هذا المهرجان الهام، المهرجان السنوي الكبير، شوط الكأس مشاهدين الكرام، الشوط الحساس، شوط حبس الأنفاس، شوط مشاهدين الكرام أعد له الجميع جيدا، وانطلق على بركة الله وتوفيقه أول أشواط فترتنا الصباحية في هذا اليوم الخميس الموافق للسادس من شهر مايو لعام 2010. انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه بهذه الشعارات الجميلة، بهذه الألوان الزاهية، بهذه الشعارات التي تتابعونها عبر قناة أبوظبي الرياضية، هذه الأسماء وهذه الشعارات التي لا تخفى عن الأنظار مشاهدين الكرام، التي صالت وجالت في جميع الميادين على المستوى الرئيسي ودائما وأبدا في الأشواط الرئيسية. متابعين الكرام، هنالك مشاهدين الأعزاء 14 اسما سوف تكون المنافسة ما بينهما شديدة، سوف تكون المنافسة من أجل الوصول إلى الكأس و500,000 درهم. تنتظر الفائز الأول، من يكون سعيد الحظ من بين هذه الأسماء الكبيرة، من بين هذه الأسماء التي دائما وأبدا تصول وتجول من أجل الوصول إلى المركز الأول، المكانة التي يحبها كل مالك وكل مضمر. أرحب بكل هذه الأسماء، أرحب بالمركز الأول، ومن تصل مع المركز الأول مشاهدين الكرام هنالك مقدمة الشوط، هنالك مشاهدين الكرام ضباء مع المركز الأول. مرحبا بضباء، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بشعار حزن الرئاسة الذي يترأس مجموعة هذا الشوط. هنالك ضباء مع المركز الأول لحزن الرئاسة ومع المضمر سعيد بن شطيط الوهيبي. أرحب بك يا الوهيبي مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول، بينما المركز الثاني متابعينا في كل مكان. الشوط حساس يا جماعة، لأن الشوط على جائزة ثمينة وعلى الكاس، بينما هنا متابعينا الكرام من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات هنالك أصفهان لهجن الرئاسة أو لهجن العاصفة، نعم هي من غيرت أصفهان لهجن العاصفة مع المضمر حمد بن راشد بن غدير، يغير في هذه اللحظات مجريات هذا الشوط مع أصفهان لهجن العاصفة التابعة والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بينما المركز الثاني هنالك ضباء مع المركز الثاني تندفع بهذا الاندفاع الجميل ومع الشوط الرئيسي الأول. مشاهدين الكرام، تعود ملكيتها لهجن الرئاسة والمضمر هو سعيد بن شطيط الوهيبي، المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الثالث هنالك أوهيلة مع المركز الثالث لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير، يدفع بأصفهان ويدفع بأوهيلة مع المركز الثالث. النقلة مشاهدين الكرام إلى المركز الرابع في هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الممطرة، في هذه الأجواء الحساسة وشوط الحاس مشاهدين الأعزاء، شوط يحبس الأنفاس، وهنالك المركز الرابع. مرحبا بهذا القدوم، هنالك على رابع المراكز هنالك ريم الفلا ورمز الغلا مع هذا الشعار، الريم لهجن الرئاسة مع المركز الرابع، وسعيد بن شطيط الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. متابعينا الكرام، بينما هنالك المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس هنالك تحمل لنا الرقم 6 وتحمل شعار هجن العاصفة مع منصورة وحمد بن راشد بن غدير. الكل يبحث عن الانتصار، الكل في هذه الأجواء الممطرة في جو الأمطار، الكل يبحث عن الانتصار، والشوط
الشوط الرئيسي يا عرب حساس، الشوط الرئيسي يا عرب حساس، لأنه شوط الكأس. أعود إلى المركز الأول وهنالك أصفهان، أصفهان مع هذا المركز. أصفهان متابعين الكرام لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يسيطر. المركز الثاني أوهيلا مع المركز الثاني لهجن العاصفة ومح واثق، بينما المركز الثالث هنالك ثالث المراكز. مرحبا بك ايتها الريم، ومرحبا بشعار الريم الذي يحمل لنا هذا اللون الجميل، اللون الاحمر مع الريم مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة. والشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي الذي لقبته بالقوة العاشرة يصل مع الريم في المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، رابع المراكز في هذه اللحظات، هنالك ضبا مع المركز الرابع لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام، مرحبا بقدوم الفلوجة لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني مع المركز الخامس، وغيرت إلى المركز الرابع والذهبي سالم بن فاران المري. الشوط الرئيسي، الله يا شوط الكاس، الله يا شوط حبس الانفاس، يا سلام مشاهدينا الكرام. هنا المركز الاول وهنا وهيلة، وهيلة مع المركز الاول لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير، بينما هنالك الفلوجة قادمة بكل قوة. ولكن رحبوا وهللوا من اللي وصلت، انها الظبي، ظبي الفلا ورمز الغلا. مرحبا بك ايتها الظبي، مرحبا بهجن الرئاسة، مرحبا بك ايها الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. اذا مشاهدين الكرام، وهيلة والظبي، الظبي وهيلة، ولكن الظبي، الظبي والقوة العاشرة، القوة العاشرة، القوة العاشرة مع الظبي ومع شعار هجن الرئاسة. الشعار الاحمر شعار الخطر وشعار العشق والحب. كم أحب هذا الشعار وكم أعشق هذا الشعار، كم جننت مع هذا الشعار. فمن جن مع الرئاسة فهو عاقل، ومن جن مع غيره فهو مجنون. الظبي أم وهيلة؟ وهيلة والظبي مشاهدينا الكرام. أهني هجن الرئاسة على فوز الظبي في المركز الأول. أهني الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي على هذا الفوز، بالفعل أثبت بأنه قوة عاشرة في هذا الصباح. مشاهدينا الكرام، الشعار الأحمر شعار الخطر، شعار العشق، ولأول مرة يجتمع العشق والخطر في شعار واحد دائما مع هجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام، ومع الظبي، ظبي الفلا ورمز الغلا، مع الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي الذي أثبت لنا بأنه شاطر من الطراز النادر في الشوط الرئيسي. الشوط الأول في شوط يحبس الأنفاس، لأن الجائزة على كأس وخمسمائة ألف درهم. أهني هجن الرئاسة، أهني عشاق هذا الشعار، أهني محبي هذا الشعار، أهني متابعينا عبر قناة أبوظبي على فوز هجن الرئاسة في المركز الأول ومع الظبي. وبالفعل الشاطر، الشاطر مشاهدينا الكرام، شاطر يا عيني، شاطر يا ابن شطيط، والله شاطر أيها الشاطر. بل أنت القوة العاشرة، أنت القوة الضاربة في هذا الصباح الجميل. سعيد بن شطيط الوهيبي كعادته دائما وابدا يتميز مع الاشواط الرئيسية، وهو سعيد بالاسم وسعيد ايضا لانه يضمر لهجن الرئاسة. فمن يضمر لهذا الشعار، من يتابع هذا الشعار، لابد ان يكون سعيد. 7 دقائق 30 ثانية، 5 اجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني
لصاحبة المركز الأول ألا وهي الظبي. الظبي انتزعت المركز الأول وأهدت الناموس لهجن الرئاسة. مشاهدينا